لا خطابة ولا هم يحزانون، وحتى اللي خطبوا يوصلوا حتى للدار وما يرجعوش من السحر ومن الشواطين تانيك. يعني عندك القضية مهلوكة حبي ومحزوق، لكن عندي لك دواك. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير نتوما؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كي داير الاحوال؟ اوكي، راكو دايرين مع هاد الحراره؟ حنا عندنا النار قاديه، هو اللي اليوم قالك ممنوع الخروج للزنقه لان عندنا النار شاعله. بزاف الدريات اللي قالت لك ابراهيم كيخطبونا وما يوصلوش حتى للدار، وكاين اللي قالت لك يخطبونا يعني غير في الزنقه، وكاين اللي وصلوا حتى للدار ويخطبوا اما من السحر او تاني كان من الشواطين. فهمتوا؟ كل شيء كاين حبي، لكن اليوم انا غادي نعطيك وصفه زوينه وشابه كي قالوا الجزائر، شابه. فهمتوا؟ غادي نعطيك وصفه زوينه وسهله، واللي عندها شي اعشاب ديروه، واللي ما عندهاش دير اللي غادي نقول لك ديروه. سمعوني مزيان، خاصكم تحلوا عينيكم، جبدوا ودنيكم والسكوت، وطفيو هذوك المسلسلات والدراري برا، هذاك البركابي تاع الراجل رمي على برا. والله والله الخوت سدي عليه الباب، والله امري له الكوز وكثري له براد الشاي، كل شيء تدرك احبي راه كتخفف العصا وما يبقاش عندك الصداع. تخبط له دوا المسكين، دوا العجوزه، دوا الراجل، دوا الدراري، الكوزه وكثروا كل يوم ضعفوا له، كتهبط العصا وكتدير هيك. بعدها كانت شويه الذاكره يبقاو يحافظوا زوينه للذاكره. المهم الحراره عندنا، وكراكو دايرين كي دايره الاحوال نتوما لاباس عليكم. غادي نعطيكم وصفه زوينه وخاصكم تطبقوها، غادي واحد الاعشاب موجوده عندكم، واللي ما عندكوش اللي عندها ديرها ديرها، واللي ما عندهاش دير غير اللي غادي نقول. فاهمين؟ وهاد الوصفه زوينه، وخاصكم ديما بنادم يتوضا يصلي جوج ركعات، يدير شويه ديال القران، يريد القران ويدير شويه بخور، يدير تدويشه تنكن بالبخور، يدير اللدون، الصفيحه، الفاس، هادو راه يقلعوا النص ديال السحر. وديريه بيدك يقولك لا غير اللي عاطيه شكون يجبد لك شي ورقه، هادوك غير كذابين وباغي يشفروك. راسك تسلكي ولادك وبناتك وكلشي، وحتى الغايب، الغايب غير بالصوره او الله الملابس، ولدك ولا بنتك ولا راجلك ولا طليقك ولا كسمتك، المهم جمع كلشي الحضان في مر، او دير هو خاص جمع التصاور كامل. ثاني كي الا كانت شتات العائله كلشي مشتت جمعيه كلشي، غير الوجه يكون لتحت والبياض على الفوق باش ما ديريلهوش تشويه الجمال، ثاني كي ما يبقاوش خارجه في الزنق حتى اللي تخطبها ما تديه تقول له جمع حراك. فهمتوا؟ وتسلكوا العائله ديالو باش يقول لك لا غير اللي عاطيه غير كتب، غير كتب انا بعدا معطيه بصح غير كتب. تسلكي راسك والدريات راه معايا، وشحال اللي داروا قال لك ابراهيم سلكنا والوصفات ديالك عجبونا وسلكنا والله مالك الحمد وخفافينا، لا اللي عندها الجن العاشق مسكينه، وكاين اللي تزوجت، وكاين اللي مسكينه مازال باقيه، كاين اللي جات معاها الوصفه، كاين اللي ما جاتش معانا. ماشي بعد داك الناس يقول يحلف لك انا ما نحلف لك، ما تحالف لي حبي، هذوك كاع اللي كيحالفوا بالله وكيسميتوا هذوك كلشي كذابين او كلشي عنده الجن الكاذب والمؤذي. فهمتي؟ غادي نعطيك وصفه زوينه، وتاني كاين ديما ديرو تفوسيخه، واخا نديرو كاع ما تقدرش اللبخ، ما تقدرش اللبخ معاك العكوزه ولا خوتك واعرين ما يبغيش البخور، وانتي مسكينه قاعده في الدار طيبي له وتعجني له وكسميته، وتا شي واحد ما يقولها فيك زينه، غير زيوت، جيبي غير زيت الفجر وزيت كسميته وزيت الحلتيت، زيت الفجر معرفش عندي هنا بصح راني خادم واحد الراسي. لا هذا راه هذا زيت الحلتيت وزيت الفجر راني خادمه لراسي بصح في قرعه واحده اخرى، واه هذا زيت الفجر راني خادمه لراسي انايا، راه عندي لهي راني خادمه في واحد القرعه كانت تاع زيت الورد خويتها باش ما تغلطوش، خادمه لراسي انا غارسو هنايا وكي يبسو دوك العواد نديرو هنايا، هذا خادمه لراسي غير دوك العواد وزدت عليه الزيت، ها الزيت اللي قلت لكم تخدموا به، ماشي داك اللي يكون مغلوق، زيت الزيتون اللي يكون مفتوح يعني متوسط، حنا ديما كنبغيو الزيت البريمير يعني الاصلية، لا باش تخدموا الاعشاب ديما بهذا الزيت، هذا راه ماشي زيت خير رسول الله، راه زيت زيت ندرك لكم تاني كلا شكبية ملكت متعاه، شتي زيت الزيتون هاي شتيها، ها هي زيت الزيتون، لكن هذا هو اللي نخدموا به الاعشاب باش تبقى تعطينا ريحة الاعشاب، لأن لخدمنا بالقديم
الزيت الحره الحره تمص الاعشاب وما تشمي لا ريحه الاعشاب لا والو، تشمي غير ريحه زيت الزيتون، وبحال اللي كتلعبي في الغيس يعني في الطين، حنا كنقولوها ولا العربيه بحال اللي ما درتي والو، هذا هو اللي تخدموا به. زيت الزيتون ماشي زيت غلاب الشمس خير صون، فهمتوا؟ لكن انا غادي نعطيك وصفه مطرطقه وفعاله وتبقاو ديروها وزوينه. تدهن غير زيت الفجل وزيت الحلتي تخلطيها وتدهني بيها، غتشدي غير قرعه هكا نكونوا خلطناها بجوج، شدي القرعه هكا تحلي لها القفاله تحلي لها وديري هاك غير هاك بلا ما تشدي وتبقى تخول، غير هكا نديروها هكا ونديرو هاك ونقلبو. غادي غير هادشي اللي بقى لنا هنايا، هادشي اللي بقى لنا لاصق لا فيه الكفايه، ندهنو وجه هنا ندهنو كي سميتها وديما تدهنو، لا متخرجو للزنقه، العين تشد عليك والعين التابعه زيت الفجل وزيت الحلتيت تخلطوهم مره واحده وتخدمو راسكو. طوبة حلتيت معلقه صغيره ديال الفجل وديري كاس ديال العنبه وها هو خادمه راسك الزيوت بجوج، يعني زيت الحلتيت وكي سميتها ها الحلتيت. واللي عندها الجن العاشق دير كاع يوطرو، دير يوطرو هذا ودير فيه معلقه ديال الفجل ودير طوبه ديال الحلتيت ودير الدفله، ادوان مسكين. يلا ما بغيتش نزيد عليك اعشاب واحد اخر، اللي بغا تزيد عود العسل عود القسط الهندي وعود الصالين وديرهم مره واحده وها الحلتيت وهادو وديرهم في كاس العنبه وراكي خدمتي راسك زيت بجوج، وين تيخيتي كتعب. لكن حظي لا خطاب لهم يحزنون، يوصلوا وما يرجعوش للدار. حنايا عندنا سرغينه، وهنايا عندنا القرفه، وهنايا عندنا عود القسط الهندي، ها ثلاثه ديال الاعشاب، وهنايا عندنا عرق السوس، ها عرق السوس، وهنايا عندنا الودعه، الودعه نديرو غير وحده، اللي ما عندهاش الودعه تحيدها، بزاف اللي ما عندهاش الودعه. هنا عندنا الكبريته، الكبريته كتحيد علينا كلشي، داك العار وداك السحر وداك الكراهيه، واخا يكون سحر التصفيح يعني مصفحينك، كاين اللي تصفح امه وكاين اللي تصفح امه باش ما يتزوج غير زوجة امه يكون الساروت والقفل عنده ما ترميش، وتاني كاين اللي تصفح امه باش ما تضيعش العزوبيه، يا لا لا غير خليها تضيع العزوبيه، اش دير بها اللي بغى الدم يمشي للباطوه، هذيك غادي تاثر ليها على صحتها، لا ولدك ولا بنتك لا في العمل ولا مع صحابه ولا كلمته ديما تكون ما مسموعاش او منسي في المجتمع. ها الكبريته، ها عود القسط الهندي، ها القرفه، ها سرغينه، ها عرق السوس، وهنايا عندنا العرعر، العرعر ما يخلي عار، وهنايا عندنا اوراق الغار، اوراق سيدنا موسى، نجيبو خمسه، خمسه وخميس في عين ابليس، ها خمسه ديال الاوراق، شوفوا انا كنيبسو في الظل كنيبسو في راسي، ها اوراق سيدنا موسى، اوراق الغار، ها كيبسو يبقاو خضر لان كيبسو في الظل، هادو عن هادو غادي نجيبوهم ونديروها في المشمر، المجمر كونو شاعلين يكون الجمر زوين وكسميتها كونو شاعلين الجمر وكل شيء. وهنايا اللي عندها شي حاجه من الضربانه، اللي عندها انا قلت لك هاد الاعشاب الاولي، اللي عندها دير رشه ديال الضربانه زوينه، او لا شي حاجه من الضربانه، او لا جلد الغزال اللي عندها جلد الغزال، او لا اللي عندها قر الغزال باش ما يغشوكوش، جلد الغزال هو هذا وهو هذا باش ما يضحكوش عليك، شوفي هو تصبي به، لان كل شيء اللي راه مبين لنا في القناه غير جلد المعيس، المغرب ما فيهش الغزال، ها لا المغرب ولا الجزائر، ها هذه جلد الغزال، حنايا هنايا كنشروها بالكونترا لان كل شيء بالقانون، فهمتوا؟ هذا هو جلد الغزال، انا راني كاتبها هنايا، كنت كاتب فيها واحد الكتبه، هذا جلد الغزال، اللي عندها جلد الغزال دير، واللي عندها قر الغزال دير، او اللي عندها رش الضربانه دير. علاش ما درتلكوش اوراق الصدر؟ لان حنا باغيين الخطوبه وكيسميتها وستر اوراق الصدر، لان الصدر الصدر كيعرضنا على الخطوبه وعلى الزواج، ما ديروش بخور تاع خطوبه ولا زواج ما ديروش اوراق الصدر، لان الصدر ياثرنا على هذاك الشيء. الا بغيتي تكلعي ولا ديري تفوسيخه ديري اوراق الصدر، بصح الا بغيتي خطوبه او الله يتقدم لك الخطاب ما ديريش الصدر اوراق الصدر، لان اوراق الصدر الصدره فيها الشوك، وشحال ما درتي الشوك هذاك قيم نديرو تفوسيخه باش نحيدو علينا حنا دوك العكوسات، دوك حنا رانا طالبين الخطوبه والزواج واللي يديروا الدار يدير. ثاني كاين نطيبوهم
وندوشو به النص قدر نطيبوه وندوشو به والنص نبخره به. كاين اللي تقول لك كاينين ما نقدرش انايا نبخر، دوشي به طيبي ودوشي مور المغرب مور العصر او مور العشاء. تقريبا السحر كيخدموه مور المغرب لا مور العشاء في الليل، فهمتي؟ هادو الوقت اللي زينين تاني كنبخرو بيهم باش نرجعو هذاك الشيء. هاد الوصفه راه زوينه ويا ربي سهل على جميع الدريات والدراري تاني كالمساكين، راه كاين اللي باغي يتزوجو دريات وكل شيء. اللي عندها زغب علو نسيته لكم، واللي شافني حل فمه. زغب علو هو واحد تاني كين ترمي معايا القاسخين. زغب علو واللي شافني حل فمه تخيت قال شدي خليو لي عليته. قلت لك واحد راك تقولنا العدوات الحبابات، العدوات هما الحبابات، راه ماشي عيب انا كيعيطوا لي العدو، فهنايا غير العدو. العدو هي راه الصديق والحبيب وكل شيء. العدو ما تنويوش بعقلكم، يعني العدو انتم دايرينه على دوك. كنبغي يكون متعليكم.